سنة 2024 بالنسبة للحمل سنة الإنجاز بامتياز، تحقق من خلالها العديد من الطموحات وتلقى بالبيبان الخير محلولة قدامك إن شاء الله. أما بالنسبة للعاطفة، رجوع الحبيب القديم كان غالط واعطى وذنه للغير يرجع يصلح ويطلب الزواج. الثور رقم 2، تعتبر سنة 2024 سنة للثور، سنة الحظ والنجاح والتألق والفرص. العاطفة، برج الثور محظوظ في الحب ويعيش توازن عاطفي مع الحبيب. الجوزاء رقم 3، بالنسبة لأصحاب برج الجوزاء، تعتبر سنة 2024 سنة الحظ مع تغيير عتبة الدار، تجيك الطاقة الإيجابية ومصالحك المعطلة، تلقى حظ كبير في طريقها إن شاء الله. أما العاطفة، العاطفة تدخل في علاقة حب جديدة وتعيش فيها أجمل الأحاسيس. يعني بشوفهم برشا حب هكا ولا إن شاء الله. إن شاء الله مشاهدينا الكرام، الاتصال والتواصل لبرنامج عالم الفلك، الأرقام تشاهدوا فيهم الآن أسفل الشاشة أو عبر صفحة الانستغرام عمار.ورتيني.أوفيسيال. نواصلوا أبراج أربعة الأسبوع. السرطان سنة 2024 للسرطان هي سنة التحديات، مطلوب منك العمل الأكثر والجدية في التعامل مع مشاكلك، وفي منتصف السنة الأولى تقول أنك باش تشري دار وإلا الانتقال من منزل جديد إن شاء الله. أما بالنسبة للعاطفة، تدخل علاقة حب مع صديق قديم وتعيش الرومانسية على أصولها. الأسد رقم 5، 2024 بالنسبة للأسد عام مثمر وكله حيوية ونشاط، تتعرض لبعض التقلبات لكن بالحكمة متاعك تخرج منها السلامات. العاطفة، كما تعرفوا الأسد ما نجمش يعيش من غير حب، تعتبر سنة 2024 بالنسبة له حب وعاطفة. العذراء، سنة 2024 لأصحاب برج العذراء متقلب، مرة الفوق مرة لوتا، لازمك الخدمة أكثر وتعطي جهد أكبر إذا تحب تلقى النجاح اللي يرضيك. أما بالنسبة للعاطفة، ننصحك تبدأ العام الجديد وانت رامي وراك كل علاقة جرحتك، وابدأ صفحة جديدة، اللي فات مات. معناتها ينسيو الحاجات اللي ينسى الماضي وينسى الماضي هكا وليس يا عمار. نعم. الميزان، سنة 2024 لأصحاب الميزان هي سنة الشفاء والتعافي من كل العكسيات والعراقيل اللي لازمتك عندها مدة، والفرص تتساقط عليك، لذا اختف اللي تراه صالح ليك ولمصلحتك. بالنسبة للحب، العاطفة، انت من اصحاب برج الميزان على القلب، حالة من الحب والعشق والاستقرار العاطفي. اش خير من الاستقرار العاطفي هكا يا عمار؟ خير من شيء. ناخذ كلمة من عندك بعد. مشاهدينا الكرام، لتذكير فقط طبعا الاتصال وتواصل برنامج عالم الفلك، الارقام تشاهدوا فيهم الان اسفل الشاشة او عبر صفحة الانستغرام عمار.ورتيني.أوفيسيال. ونذكركم زيادة مشاهدينا الكرام، تجموا تتصلوا في الأرقام، اللي عنده مشكلة عاطفية أو مشكلة صارت له في حياته يجم يتصل بنا كذلك، ونقيدوه باش الأسبوع القادم إن شاء الله عنا يعني ركن من الأركان الحصة اللي هو أسئلة المواطنين. نواصلوا أستاذ عمار الورتيني للأبراج، وكذلك نواصلوا ببرج العقرب. بالنسبة للعقرب، سنة 2024 هي بالنسبة لأصحاب برج العقرب باش يكونوا فيها صعود ونزول، خاصة مع تقارب كوكب المشتري مع زحل، لذا ننصحك باستغلال الفرص لتغطية الإخفاق اللي تواجهها. أما بالنسبة للعاطفة، يا عقرب، ما تكونش مستهلك عاطفيا، خليك مع اللي يستاهل قلبك واهتمامك. القوس، سنة 2024 تعتبر سنة التغييرات الإيجابية والسلبية في نفس الوقت، كما تتعرض لذائقة مالية وتلقى صعوبة في تسديد بعض الديون، ننصحك حاول تلقى حلول وتعرف تتصرف في الميزانية متاعك. العاطفة، اطمئن، أمورك العاطفية بخير والحمد لله، والحبيب تلقاه واقف معك في كل كبيرة وصغيرة، ديما واقف بجنبكم ساندك،
نعمة من الله. نعمة من عند ربي، الحمد لله برج القوس. الجدي سنة 2024 هي سنة الإنجاز وتحقيق الأهداف بالنسبة للجدي. سنة موفقة فيها تنجح في العمل أو في المشروع خاص، لذا يحقق الربح المادي اللي تمنيته. العاطفة، ننصحك ما تطولش فترة التعارف، تعدى للخطوة الرسمية خير من تضيع الوقت. الدلو سنة 2024 للدلو سنة الأسرار على تحقيق الطموحات والطاقة الإيجابية اللي تعاونك برشا في العمل، وتحقق كل المرابيح وتعيش الاستقلال المادي إن شاء الله. العاطفة، نهنيك على الحبيب، تفكير وعقل واهتمامه كله ليك ويبادلك نفس الشعور. الحوت رقم 12 وهو البرج الأخير في الأبراج. سنة 2024 تعتبر سنة الحوت بامتياز. يعرف تحسن كبير وملحوظ في جميع المجالات، وتحقيق نجاحات كبيرة في العمل وربح مالي وفير. أما الحب، تدخل في علاقة حب جديدة وإن شاء الله تكون باهية.